جنود الدار هو لأنه بيحكي حصرا عن الجيش اللبناني والأمن العام وأهمية دورهم بمواجهة الإرهاب خلال هيدي السنوات اللي مرت بلبنان. ليه عم بعيط؟ الله أكبر فوق. 11 واحد. هلا هو عن لبنان يواجه الإرهاب في سنوات، خصوصا من بدء الأزمة السورية فات لبنان بمرحلة جدا صعبة. طبعا انه نحن وسوريا في تداخل عبر الحدود وامور اخرى، فكان في تاثير كثير كبير للوضع. وطبعا كان في خلال كل هالسنوات مكافحه للارهاب، ان كان على الصعيد العسكري بالجرود وعمليات عده تم احباطها، تم افشال مخططات عده لتشكيل اماره اسلاميه، ان كان ببلده عرسال او حتى شمالا عبر طرابلس وفتح ممر، إضافة إلى معارك تخاض بسلسلة جبال لبنان الشرقية، لأنه بعد مساحات عدة محتلة من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة. بالداخل في كمان عمليات استباقية أمنية بلشت، يعني طبعا هي تكاثرت آخر هالسنتين، وتم إلقاء القبض على عدد كتير مهم من أمراء داعش وغيرها من الشخصيات اللي كان لها دور كتير كبير بالتفجيرات الانتحارية بلبنان. وهو كمان طبعا بيحكي عن في الشق السياسي، هو في مختلف تيارات سياسية في للفيلم، وبيتناول موضوع التنسيق مثلا مع السلطات السورية. يعني بالنهاية في الحدود متداخلة مثل ما معروف بين سلسلة جبال لبنان الشرقية وجرود القلمون، هل هناك وجهات نظر مختلفة؟ هل نقبل التنسيق أم لا يوجد، إنه لا يجب التنسيق؟ كمان في محاور سياسية عدة، وفي دور كتير مهم للواء عباس إبراهيم، وفي طبعا دور كتير مهم ل مأساة عوائل الشهداء اللي سقطوا بعدد من المناطق اللبنانية دفاعا عن لبنان ومواجهة الإرهاب. احنا كنا على خطوط التماس الأولى مع الجيش اللبناني بعدد من الجرود اللبنانية مقابل تنظيمي داعش والنصرة. كانت اكسكلوزيف يعني اكيد للميادين. في طب بعض المشاهد الخاصة اللي تم تزويدنا فيها من عن مداهمة خاصة من قبل فرع المعلومات بالأمن العام لأحد الإرهابيين بلبنان. في كمان مشاهد أخرى رح تعرض لكم. جنود الدار. لبنان يواجه الإرهاب.